عزيزة انتي كويسة؟ الحمد لله شكرا على سؤالك. كويسة. امال انا ليه حاسة انك مش تمام؟ ابنك كويس؟ ربنا يستر. انتي ممرضة يا عزيزة وعارفة ان في الطب في حاجات بنفتكر ان ملهاش علاج وبتخاف. اوعي تفتكري انه لا يمكن يمشي. انا بتكلم عن ابني التاني سيد. سيد؟ ماله سيد؟ حاسه ان هو واقع في مشكله جامده قوي. مشكله جامده ازاي يعني؟ زي ما يكون بيتجرجر مع جماعه ارهابيه متطرفه. انا ما كنتش مصدقه لغايه ما قريت في زفت النت. قريت وتاكدت بنفسي. انا خايف قوي يا دكتوره. هيضيع مني هو كمان، هو كمان هيضيع. ده ابن اللي كان هنا فين؟ ازيك يا نجوى؟ كويسه تمام. هي يا عزيزه كمالها فيها ايه؟ لا ملهاش زي الفل. ليه؟ انا معرفش، اصل شفتكوا قاعدين مع بعض جوه وكان شكلها متضايقه او حاجه زي كده. اصلها فاكره ان ابنها داخل في جماعات متطرفه وارهاب وكلام فاضي من ده. عزيزه برضه بتشتغل كتير و... طب هي قالت لك ايه يعني؟ قالت لك ايه بالظبط؟ قالت لي انه داخل في صفحه بتاعت جماعه متطرفه على النت. طب ما جابتش سيره حد من صحابه اتعرف عليه جديد اليومين دول او حاجه زي كده؟ لا انا ما سالتهاش. ماشي، انا لازم دكتور هشام. انا كنت عايز اسالك سؤال. اسال كلام. هو كنت عايز اعرف احنا ما تسال فيه ايه؟ واحنا المفروض نعمل انجيوجرافي قبل العمليه ولا لا؟ طبعا احنا مش عملنا اشعه قبل العمليه ولا انت نسيت؟ دكتور هشام تليفون لحضرتك. مين؟ امينه في الاستقبال بتقول ان في مصحه نفسيه عايزه حضرتك. انا مش فاضي دلوقتي. هو في العمليات دلوقتي. صح هتلاقيهم يعني محتاجين تبرع ولا اي حاجه يعني. اكيد يا دكتور. او استشاره. عايز اتكلم معاكي بخصوص ابني. ماله ابني؟ لا ابدا، اصل نجوى قالت لي انه. نجوى قالت لك؟ بص يا دكتور، مشاكل ابني لا تخصك انت ولا الدكتوره نجوى، لا من بعيد ولا من قريب. ولو كنتوا قررتوا ان انتوا تتحشروا فجاه في مشاكلي وخصوصياتي فبلغها ان انا لما اتكلمت معاها ما كانش عشان خاطر تقول لك. للاسف انا كنت فاهمه ان الاسرار بين الزملاء اسرار بحق حقيقي. عن إذن حضرتك. يا حنان انت قاعدة جنبي من امتى؟ قاعدة جنبك ده ايه؟ انا كنت برتب الأوضة. طب خلاص الأوضة اترتبت، يلا روح نشوف شغلك. محمد، والدتك جت وسألت عليك. ايه؟ ماما
قلت لها حاجة؟ لا ما قلتلهاش حاجة، يعني افتكست حاجه كده قلت لها ان انت مع الدكتور سليم بس وريه زي ماشي الشغل، هي ما تعرفش حاجه. الحمد لله، وهي لازم ما تعرفش حاجه. ما ينفعش يا محمد، دي البني ادمه الوحيده اللي ليك في الدنيا، لازم تعرف عشان تقف جنبك. عشان هي البني ادمه الوحيده اللي ليا في الدنيا لازم ما تعرفش حاجه. احنا عمرنا ما سيبنا بعض الا ما كنت باجي الشغل، حتى لما اتجوزت الراجل الاهبل ده عم خليل لا سابتني ولا سبتها. عايزاني النهارده اقول لها ان انا مش هرجع، ان انا هموت. ايه يا محمد اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين يعني بعدين كده هتشك، هتقول يعني بتعمل ايه كل ده في المستشفى؟ انا رتبت كل حاجه، قلت لها ان في تجديدات في المستشفى وان في اقسام جديده بتتفتح وإن هما محتاجيني عشان أرتب الملفات والأوراق بتاعت العيانين الجداد. تفتكر يعني إنها صدقت؟ آه طبعًا، وهي فاهمة إن أنا الكل في الكل هنا. أنا قلت لها إن أنا هعدي عليكي من وقت للتاني عشان أطمن وأطمنها. عارفة آخر حاجة قالتها لي إيه قبل ما أسيبها؟ إيه؟ قالت لي ما تسيبنيش لوحدي كتير يا محمد، مفيش حد بياخد باله مني غيرك، خلص خلص وارجع بسرعة، أنا مش هينالي بال غير لما ترجع، متعرفش إن أنا مش هرجع. أهلا يا دكتور، أي خدمة؟ أمل، أعتقد إن سيد ابن عزيزة وقع في مشكلة، ومتهيألي إن أنت المفروض أنت كمان تخاف على ابنك. أنا؟ أخاف على ابني؟ ليه؟ لأن ابنك وسيد قاعدين في بيت واحد، وطبيعي جدا إن الصغير بيتأثر بالكبير. أنا مش فاهمة حضرتك بتقول إيه. أنا فاهمك. دلوقتي سيد ابن عزيزة ابتدى يدخل على مواقع متطرفين على النت، وبالتالي إن هو ابتدى يتأثر بيهم. أنا ابني عنده 10 سنين، يعني طفل ما يفهمش الكلام ده. أنا متهيألي حضرتك محتاج تتكلم مع ميس عزيزة مش معايا أنا. دلوقتي عن إذنك أنا عندي شغل. ما اسف يا بدر، ما كنتش اقصد. اهلا يا هشام، عامل ايه؟ هل كان عندي عمليه طويله قوي. ربنا معاك، بس اول ما بشوفك بنسى كل التعب. مش للدرجاتي الدرجات دي واكتر، بس انت اللي مش حاسه. دكتور هشام. نعم. عايزين حضرتك. خير؟ في حاجه بس عايزه اقول لحضرتك عليها. طب ما تقولي، يا تقولي يا تتفضلي تمشي من هنا. اصل في مصحه نفسيه اتصلوا بحضرتك وعايزينك في موضوع شخصي. طيب اتفضلي دلوقتي، اتفضلي. هي مش قصدها يا هشام، هي كانت بتعمل شغلها. واضح، بس هي ما بتعرفش تشوف شغلها كويس. طيب خلاص، اتصل بالمصحة النفسية دي وشوف عايزينك في ايه، يمكن عايزينك في استشارة طبية ولا حاجة. طبعا اكيد عايزيني في استشارة، يعني مصحة هتكلمني في ايه يعني. بعدين هبقى اكلمهم. ايوة يا هشام لازم تكلمهم. مش مهم يعني، خلينا في المهم، والمهم بقى ان انا بحب معاكي. شاذة، انا مش عارفة افكر، مش عارفة اتصرف، مش عارفة اعمل اي حاجة. هو قالك حاجة؟ لا. طب لمحلك؟ لا. انت ما شفتيش او لاحظتي اي حاجة غريبة؟ لا. طب في ايه بس يا عيشة؟ ما هو ده اللي هيجنني، المفروض ان اللي بينا طبيعي، بس في حاجة غلط، في حاجة مش عارفة امسكها او اعرفها. مش عارفة اقولك ايه يا شذا، بس انا متأكدة ان في حاجة. بص يا عيشة، هو بصراحة في حاجة بس ما كنتش عايزة اقولك عليها عشان ما تزعليش. طب ايه؟ قوليلي، تعرفي ايه؟ قولي.
في خفافيش وفرن مع شيشه في دماغك دي هتبوظ لك كل حياتك من الشك اللي انت فيه ده. يوه يا شاذة، انا مش مستحمله الكلام ده على فكره خالص. طب خلاص انا اسفه، ما تزعليش، بس قولي لي على الاقل انت ايه اللي حسسك بكده. ساعات بحس ان هو مش معايا، بيبقى بيفكر كده ومساهم في حاجه انا مش عارفاها، وبيبص لي كانه حاسس بالذنب ناحيتي وعايز يقول حاجه. طب سالتي؟ سالته. ها؟ قال لي ان هو عايز يقول لي انه بيحبني. عيشه، انا مش فاضيه للحاجات اللي انت بتقوليها دي. ايوه طبعا، ما انت هيمانه في العالم بتاعك. عيشه بلا عيشه بلا نيله بقى، انا زهقت من الموضوع ده. اهو دكتور روميو وصل، انا همشي قبل ما مراتي تتفقع. ازيك يا دكتور؟ احنا كنا لسه في سيره حضرتك حالا، عن اذنكم. خبري نشوف انتوا عم تنموا علي. لا ولا حاجه، دي عيشه بتحب تهزر، سيبك منها. حاسبني منها. المهم انت شو اخباري؟ الحمد لله كويس. عندك شيء اليوم؟ النهارده؟ لا. ليه؟ لا ماشي، بس هيك كنت عم فكر اني اتعشى برا يعني، وبصراحه ما كنت حابب اتعشى لوحدي، فقلت لو ما عندكيش مانع. عندك مانع؟ طب كويس. هلا لا تكوني بتحب الاكل الايطالي. بحبه قوي. وانا برضه بحبه قوي. تامر، عايزاك معايا في العمليات. لا عمليات ايه؟ مش هينفع. مفيش حد فاضي خالص، وخالد مش موجود، مفيش غيرك. طب هتيجي ولا لا؟ لا مش يلا. دكتور خالد بيقول ان هيجي كمان شويه عشان يطمن عليك، وسالني اذا كنت كلت الاكل بتاعك ولا لا. انا كدبت عليه وقلت له ان انت كلت كله. والله فيه الخير الدكتور خالد، واحد غيره ما كانش عبرني بعد اللي عملته فيه لما كان عايز يكشف عليا. دكتور خالد طيب قوي، بيحبك جدا يا محمد، احنا كمان كلنا بنحبك. ما هي دي الفايده الوحيده للعيب، انه يعرفك مين اللي بيحبوك بصحيح. بس للاسف انا عرفت الحقيقه دي متاخر قوي. في ايه يا محمد؟ ايه الكلام اللي ما منوش فايده ده؟ يا اخي لازم تبقى متفائل. متفائل؟ ده على اساس ان انا كنت ملك التفاؤل في المستشفى قبل كده يعني. جراح انا يعني، ما انت عارفاني كويس ولا ايه؟ شويه الفرفشه دول اهم حاجه في الدنيا دلوقتي. ايوه، عشان الواحد ما يموتش ناقص عمر. يو يا محمد، لو فضلت تتكلم بالطريقه دي والله هسيبك واقوم. لا لا لا، خليكي قاعده، انا هلاقي مين زيك اغتت عليه في اواخر ايامي يعني. قولي لي، ماما صدقتك؟ طبعا، والا يخليها ما تصدقنيش. طيب الحمد لله، هي مش لازم تعرف اي حاجه، هي مش ناقصه، كفايه اللي هي فيه اللي فيها مكفيه. ما تقلقش يا محمد، هي مش هتعرف حاجه خالص. المهم بقى يا سيدي، انا كنت عايز اسالك على شويه حاجات كده. حاجات في الشغل؟ لا يا سيدي، حاجات عنك انت. انت عامل ايه مع الولاد اليومين دول؟ انا خلاص ما بقتش اعمل، هما اللي بيعملوا. لسه مغلبينك برضو؟ الناس بتقول لي لما يكبروا هيتحسنوا، بس انا حاسس ان انا هموت قبل ما اشوف اليوم ده. ربنا يخليك ليهم. كلام، عبالي. تفتكر هبقى ام شاطره؟ انت هتبقي احسن ام في الدنيا. خالد دايما كان بيحكي لي على تصرفاتك مع الاطفال. والله بيقول لك ايه كمان؟ كان بيقول لي انك ارق واحده شافها في حياته.
بيقولي انك ذكية وانك جميلة. الجمال اللي بيخطف القلب ده. وكان بيقولي ان الساعات اللي بيقضيها معاكي اخر حاجة بيفتكرها لما بينام. تامر، انت متأكد ان خالد هو اللي بيقول الكلام ده؟ اه طبعا خالد طبعا. امال مين؟ انا يعني اللي هقول كده؟ دريسنج خالد طبعا. ايوه انا الدكتور هشام. امتى حصل الكلام ده؟ وازاي ده يحصل عندكم؟ طيب انا جاي حالا. في ايه يا دكتور؟ دكتور هشام ايه اللي حصل؟ دكتور هشام يا محمد، هي حنان بتاكل اكلك ولا ايه؟ انا لو عرفت الحق لي لقمه من الاكل منها يبقى كويس. كده انا غلطانه ان انا سايبه شغلي وقاعده جنبك هنا. خلاص بقى بطلوا خناقه انتوا. ايه ما بتبطلوش ابدا؟ انا عايز اطمنك، المؤشرات كويسه جدا الحمد لله، بس جسمك محتاج شويه غذاء يعني عشان الادويه بتاخدها تقيله شويه. ومين له نفسي ياكل يا دكتور؟ يا راجل، امال مين اللي قال لي اروح اجيب له سندوتش السوسيس من بره عشان اكل المستشفى ما بيسدش معايا؟ هو الواحد ما يعرفش يتكلم كلمه من غير ما تنط في بقه؟ في انت مش وراكي شغل، ما تروحي ولا هتبلطي هنا. انا ما ورايش شغل، انا قاعده على قلبك. خلاص بقى بطلوا شويه، خلينا نشوف شغلنا. محمد، حالتك النفسيه مهمه جدا في علاجك، انا عايزك من الاخر تبعد عن اي عصبيه خالص. والله انتوا بتتكلموا يعني زي ما تكونوا ما تعرفونيش يعني. انت مش فاكر يا دكتور لما كان صوتي بيجيب لاخر المستشفى وانا بزعق لكم عشان تكملوا البيانات؟ طب انا عصبي يعني. طب من غير عصبيه يعني انا اعيش ازاي؟ محمد، من غير فزلكه، من غير عصبيه يعني من غير عصبيه، فاهم؟ ما تخافش يا دكتور خالد، انا هتني وراه عشان اتاكد انه مش هتعصب تاني خالص. هتني؟ ايه هتني دي؟ شفت هتركبني العصب من دلوقتي؟ يا دكتور انتوا ليه محسسيني ان انا عيل صغير وان انتوا لازم تمشوا ورايا في كل حته عشان تشوفوني بقول ايه وبعمل ايه؟ سيبك بقى يا دكتور من السيرة دي واشوف طريق انا بقى اخلص من اللزقة دي وخلينا في المهم. ايه هو المهم يا محمد حسين؟ انا هخرج امتى؟ انا لازم اطمن على ماما، اول مرة نبعد عن بعض المدة الطويلة دي. ماما؟ لا مفيش ماما، انا مش هعتبرك على خروج غير بعد شهر. شهر؟ شهر ازاي؟ طب انا اقولها ايه؟ هدوا المستشفى وبيبنوها على دماغي؟ اعمل ايه بقى؟ انا ماليش فيه، دي فرصتي، فرصتي اذلك، اخد حقي منك، اطلع عليك القديم والجديد، اديني فرصتي. مش هتعرف يا دكتور عشان انا مش هون عليك. انت راجل قلبك طيب، عمرك ما هتعمل كده. غلبتني المره دي. ماشي، انا اساسا كاتب لك على خروج بس النهارده بس. وبعد ما اخلص شغل هفوت عليك عشان اوصلك لحد البيت، في حاجه تاني؟ وانا احتاج منك ايه يعني انت؟ شفت؟ اديك قلبت اهو، قلبت، لسه في اهو قلبت. المهم انا عايزك بكره الصبح ترجع شغلك وكاني مفيش اي حاجه خالص، تمارس حياتك طبيعي جدا وكاني مفيش اي حاجه اتغيرت. كاني مفيش حاجه اتغيرت. محمد انا عايزك تجمد شويه يعني عشان لما ماما تشوفك يبقى معك حق. هي لما تشوفني لازم ما يبانش عليا. تمام، انا هوصلك النهارده، بكره الصبح تروح على شغلك، لو اتاخرت انا اللي هكتب لك الجزء بنفسي، فاهم؟ فاهم. ماشي، دلوقتي انا عايزك تتمشى شويه وبعد كده ترتاح وانا هفوت عليك تاني عشان اطمن عليك. دكتور خالد. يا محمد اشكرك يا دكتور، ربنا وحده اللي يعلم انت معزتك زادت في قلبي قد ايه. وانت طبعا هتفضلي قاعده في ارابيزي صح؟ صح. قومي مشيني شوية، اعملي حاجة. انت كده ليه يا محمد؟ منين بتقولي لي ان انا ما عنديش حاجة ومنين كل يوم والتاني عمالة تعملي لي تحاليل واشعاعات جديدة؟ هو انت ايه يا بنتي؟ ما عندكيش عيانين تشتغلي عليهم وقلتي تسالي عليا شوية؟ هو انت بقى كده كشفتيني،
كل الحكايه اللي انا كنت عايزه اطمن عليكي واطمن ان تشخيصي صح. في ايه يا هدى؟ في ايه يا ليلى؟ في ايه بالظبط؟ انا عندي ايه؟ ايه يا بنتي؟ ما هو لو اي مريضه تانية كنت هطلب منها نفس التحليل ونفس الاشعه، ما بالك بقى لو دكتوره وصاحبتي كمان. انتي ما ردتيش على سؤالي. دي علشان هطلب منك طلب. موريني. ممكن توعديني لو عرفتي انا عندي ايه بالظبط تقوليه وما تخبيش عليا؟ ممكن توعديني يا هدى؟ انتي مكبره المواضيع قوي، مفيش اي حاجه يا ليلى. انتي ليه مش عايزه توعديني يا هدى؟ انتي مخبيه عني ايه بالظبط؟ الدكتوره هدى كانوا عايزينك في تروما، حادثه عربيه. طب لازم اروح دلوقتي. انتي ما قلتيش انا عندي ايه يا هدى؟ ليلى لازم اروح دلوقتي بعد اذنك. طيب شكرا، يعطيك العافيه. حضرتك عايزه اي مساعده؟ لا شكرا يا دكتور. شكرا لك يا شهزاد. ايه ده؟ انتوا بتلعبوا ريست ولا ايه؟ مين اللي كسب؟ اي خدمه يا دكتور. اي خدمه؟ لو سمحت يا دكتور كنت عايزك في كلمتين على الفرات. تفضل يا دكتور، بينا على انفراد. ينفع كده؟ دي مستشفى. ينفع اللي حصل ده يحصل؟ ومنك انت يا دكتور ابراهيم؟ ده انا بقول انت اللي هتساعدني نرجع النظام هنا للمستشفى بدل الفوضى اللي هي فيها دي. والله يا دكتور سليم اللي بعرفه انه انا بشتغل هون دكتور. يعني العقد اللي بيني وبين المستشفى واللي بيمليه علي ضميري اني اتعامل مع المرضى بمنتهى الكفاءة ومنتهى الحرفية، واني ما اقصرش بالعلاج ومتابعة اي مريض. اما غير كده فبظن ان المستشفى من مسؤولية حضرتك. اما فيما يتعلق بحياتي الشخصية فما بظن اني امسيء للمستشفى باي شكل. ولو احتجتي مساعدتي بشكل مهني ممكن تسألني، بوعدك اني مش هتأخر. وافكرك تاني، حياتي الشخصيه لا تخصك ولا تخص المستشفى. اخر حاجه عايز اقولها لك يا دكتور، ان اللي انت عملته ده هو اللي بيسيء لشكل المستشفى، لان المفروض ان العلاقه بيننا كدكاتره تبقى محترمه ولايقه اكتر. عن اذنك عندي شغل. كنتش عارفة أعمل معاها إيه، لو كانت ضغطت عليا شوية كنت هقولها على كل حاجة. يا دكتورة هدى أنا قلت لك إن أنا اللي هقولها. أنا مش عارفة يا عزيزة هي ممكن تستوعب الموضوع ده إزاي. بصراحة الله يكون في عونها. طيب بصوا إحنا. دكتور هدى عايزك في استشارة معلش. طب يا جماعة بعد إذنكم عشان ورايا شغل. استني يا هدى أنا عايز أتكلم معاكي. إحنا عندنا شغل في الصيدلية. أنا لازم أجيب شاي شفاء. لا استني. نعم يا يوسف كنت عايز إيه؟ الكلام اللي انا هقوله لك مش هينفع حد يسمعه. كلام يخصك انت لوحدك. عن اذنك. انا محتاجك يا هدى. بصراحة يا خالد أنا عمري ما تخيلت إن ده يحصل. يعني كنت فاكر هقعد 30 سنة مش متجوز وأقعد أتفرج عليك أنت ويومنا وأقعد أتحسر على اللي فات. أنا وأنت بقى نروح نبص على واحد تاني ندور عليه يكون متجوز كده، متجوز مستريح ونقعد نندم على حياتنا. طب وهي؟ تعرفش بتعمل إيه؟ شغالة في مستشفى تانية وأمورها كويسة. يلا محدش عارف الخير فين. جايز اللي بيحصل ده يكون يعني أحسن لكم أنتوا الاتنين. والله رامي مش عارف. بس كان لازم اعرف ان ده اللي هيحصل. انا ويومنا حكايتنا مختلفه خالص. حاجه كده زي اللي بنقراها في الحواديت ونسمعها، روميو وجيليت، عنتر وعبله. عمرك عرفت ان اي حكايه من دول انتهت ان البطل اتجوز البطله؟ لا طبعا. في حاجات قبل الجواز كنا بنقبلها وبعد الجواز ما بقيناش نقبلها. كان لازم انا ويومنا نفهم حاجه زي كده. كان لازم. يا عم الفلسفه اللي انت فيها دي.
ايه؟ خلاص يعني؟ مش هتتجوز تاني؟ حرمت؟ لا 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 لا، لو في حد مناسب وانت شايفه مناسب ليك يعني ليه لا يعني؟ لو في حد فاهم ظروفك ومقدرها وحاسس بيك ليه لا؟ بس يمنع يعني. هو احنا يعني بنتكلم على واحدة معينة؟ لا لا مفيش حد معين ولا حاجة، أنا بتكلم معاك، أنا بقول يعني في يعني لا يعني لو ظهر في الحياة يعني ليه لا؟ بقول لك غير الموضوع ده، تعال نتكلم في أي حاجة تانية، اتكلم في أي حاجة تانية. ماشي هفوتها لك، بس لازم أعرف أخبار محمد حسين إيه؟ حالته صعبة جدا، اتكلمت معاه كذا مرة، حالته النفسية في الحضيض، وكل ما حالته النفسية بتسوء، حالته الصحية كمان بتسوء. الله يكون في عونه، محدش كان ممكن يتخيل إن ده يحصل له. على فكرة إحنا ماشيين معاه كويس بالعلاج. بقول لك إيه؟ هو إيه الحكاية؟ هو سين كان عامل لك حفلة النهاردة ولا إيه؟ لا يا عم، حفلة إيه؟ ده الراجل مصمم إنه يعرفني على الدكاترة اللي هنا على أساس إن أنا راجل جديد يعني ومعرفش أي حد شغال في المستشفى. أنا عمال بدور عليك، مش هسيبك غير لما تسمعيني. وده اللي حصل بينا ده، احنا الاتنين كنا عايزين مش انا لوحدي. يوسف سيبني، عارف لو ما سبتنيش هخلي المستشفى كلها تتفرج عليك. حاضر هسيبك، بس وعديني انك تتكلمي معايا وتسمعيني. اتكلم. انت ليه بتبعدي عني يا هدى؟ انت ايه؟ ما بتحسش؟ انت مش داريان باللي حصل بينا؟ بعدين مين فينا اللي رفض التاني؟ مش انت اللي قلت مفيش اي حاجه وخليتني فرجه المستشفى كلها؟ مش انت اللي ماشي مع واحده وعايز تخطبها وتتجوزها وبتشوف معاها العفش والشقه؟ جاي دلوقتي بتسالني ببعد عنك ليه؟ عندك حق، انا فعلا عملت كل ده بس عشان ما كنتش عارف اعمل غيره، وده لما حسيت ان انت عندك مشاعر ناحيتي ما كنتش عارف اتصرف ازاي، كنت خايف الموضوع يبوظ بسبب فرق السن ده، فحاولت ان انا ابعد عنك باي طريقه. وعايشه بنت طيبه وكويسه وبنت حلال، بس اكتشفت ان انا مش حاسس ناحيتها ولا حاجه. حاولت ان انجح علاقتي بيها واكمل الموضوع بس ما عرفتش. يا هدى لما كنت بقابلها كنت بشوفك انتي، لما كنت بتكلم معاها كنت بسمعك انتي، واول ما اتاكدت من مشاعري دي جيت عشان اقولك على طول. فحصل بينا اللي حصل، اللي انا كنت فاكر انه هيقربنا اكتر من بعض مش العكس، بس حصل العكس من ساعتها وانت بتبعدي عني، وانا بقول دي فتره وهتعدي عشان خايفه او متلخبطه من الموقف ده، بس انت لحد دلوقتي لسه بتبعدي عني. ليه بتصعبيها عليا يعني؟ انت عارفه ان انا بحبك. كفايه بقى كفايه. لا مش كفايه، مش كفايه، انا فاهم ان انت كمان بتبادليني نفس المشاعر دي، ليه بتعملي كده دلوقتي؟ وإيه بقى؟ المشكلة العويصة بتاعت فرق السن اتحلت؟ أنا قلتلك كل اللي عندي خلاص، وأنت مثقفة وعاقلة، فاهمة إن فرق سن عبيط زي ده مش هيخلينا نسيب بعض، ولو كنت أنا حسبتها غلط زمان، فأنا جاي دلوقتي بقولك إن أنا غلطان وخفت. يا ريت ما تخافيش انت عشان ما تضيعيش اللي بينا. اخاف من ايه يعني؟ تخافي تقولي ان انت كمان بتحبيني زي ما انا بحبك، مش هي دي الحقيقه؟ ممكن اعرف ايه اللي بيحصل هنا؟ أنا بقالي ربع ساعة ومش لاقي حد أكلمه، فين الدكتور المسؤول عن أخويا؟ أنا الدكتور المسؤول عن حاجة، روح أنت شوف شغلك. ممكن أعرف إيه اللي بيحصل؟ أنا بسأل ومحدش بيجاوبني. أخوك حاول ينتحر النهاردة الساعة 10:30 الصبح. قطع شرايين إيده اليمين بجزء بارز كان في سرير المعدن بتاعه. طبعًا إحنا ما كناش متخيلين إنه يعمل حاجة زي كده يعني، لأن حالته في أوقات كتير كانت بتتحسن. بس على العموم الممرض اللي اكتشف الحالة كان بيعدي على الأوض، الحمد لله أخوك ما نزفش كتير. هو بس دلوقتي تلاقيه في اوضه العمليات بيحاولوا بقى يوصلوا الشرايين والاورده والاعصاب المقطوعه، يعني هتلاقيه كمان نص ساعه يكون خارج من عملياتي. بس انا
انا مش مصدق اللي حصل ده. حضرتك هتتفضل دلوقتي ولما حاله اخوك تتحسن ويقدر يتكلم معاك هنبقى نتصل بيك. لا لا انا مش همشي من هنا غير لما اطمن على اخويا. انا مش شايف اي لازمه لوجودك هنا دلوقتي. المهم بالنسبه لنا كان ان احنا نطلعك على تطور الحاله، بس يعني دلوقتي مش هنقدر. دلوقتي اهم حاجه ان انا اطمن عليه اول ما يخرج من العمليه. طيب عموما ده شيء يرجع لك. انا بس متاسف مش عارف اقعد معاك اكتر من كده لاني مرتبط بجلسه علاج جماعي. بعد اذنك. ليه يا هدى؟ ليه مش عايز تعترف لنفسك ولا انك لسه فعلا بتحبيني؟ والحقيقه اهي باينه في عينيكي. ليه بتنكريها؟ خايفه من ايه؟ خايفه يا يوسف؟ خايف؟ انا قلتلك اني بحبك، بحبك اكتر من اي حاجه في الدنيا. ودلوقتي لازم تحددي مصير حبي ليكي ده ايه. تكملي حياتك معايا ولا تفضلي خايفه؟ اول ما تجيبيها هاتيها لي. لازم اشوفها الاول عشان اوديها للدكتور واتاكد انه في حاجه. يا دكتور هو في مريض في الاوضه دي؟ لا. طب حضرتك كنت بتقولي لي حاجه في التحليل؟ لا خلاص مش وقت. ما تعرفيش عيشه فين؟ ما شفتهاش خالص النهارده. خلاص مش مهم. شازا انت متضايقه من كلام سليم؟ لا خالص. هو بصراحه انا في الاول اتضايقت، بعد كده لما طلعت بره وسمعتك بترد علي ازاي اكتشفت ان مفيش سبب اتضايق. احنا ما عملناش حاجه غلط. امال ايه اللي شغلك؟ مفيش. انا هبقى كويسه بعد شويه، ساعتها ممكن نبقى نخرج. تمام، بكون انا خلصت المرور بتاعي. يلا همشي دلوقتي عشان الحق. راح اشتغل. امال دكتور رومي رايح فين؟ يا عيشة بقى خلاص ما تزعليش. دكتور برهن عنده مرور. انت مش متخيله اليوم اللي كله عمليات ده متعب ازاي. تخيلي تلات عمليات ورا بعض مفيش ربع ساعه اقعد فيها، رجلي مش قادره اقف عليها. انت شفت يوسف النهارده؟ بقول لك تلات عمليات ورا بعض، هشوفه امتى؟ بس انت بتسالي لي في حاجه؟ لا مفيش. بصي يا عيشه انا عايزه اقول لك على حاجه بس ما تزعليش. قولي يا شذا. في ايه؟ اصل انا النهارده شفت ايه؟ ما تتكلمي. قصدي يعني لما شفت ابراهيم النهارده طلب مني اخرج معاه وانا وافقت. مش عارفه اقول لك ايه. انا خلاص زهقت من الكلام في الموضوع ده. اعملي اللي انت عايزاه بس ما تزعليش بقى لما الدنيا تضطرب على دماغك ودماغنا كلنا في الاخر. يوسف تعال. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ الحمد لله. شفتكيش النهارده يعني؟ كل دي عمليات؟ الشغل كان كتير قوي النهارده. وانت يا يوسف عملت ايه النهارده؟ العادي يعني، شويه مرور على حالات خفيفه. يعني مفيش حاجه جديده النهارده؟ لا لا خالص. اشمعنى؟
مفيش. لازم امشي. مالها شوف؟ سيبها في اللي هي فيه، ربنا يهديها. المهم انت عامل ايه؟ للاسف الحاله لسه حرجه ما افتكرش. كل اللي عايز اعرفه دلوقتي انا ليه مش مسموح لي اشوف اخويا؟ كل لما اطلب الزياره يقولوا لي ممنوع، مين اللي امر بمنع الزياره؟ انا. انت؟ ازاي يعني؟ وليه؟ وباي حق؟ لاني انا الطبيب النفسي المشرف عن حالته، من حقي امنع زياره اي حد انا شايف انها ممكن تاثر بالسلب على حالته. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا زيارتي لاخويا ممكن تاثر بالسلب على حالته؟ ولا دي كلمتين بس بترخمني بيهم علشان ما اتكلمش في الاهمال اللي موجود في المستشفى اللي يسمح لمريض انه ينتحر وكمان مش عارف يعالجه. دكتور هشام، ممكن اسالك ايه اللي حصل في اخر مره كنت فيها مع اخوك؟ وده ايه علاقته بالموضوع؟ في الحقيقه انا ما كنتش حابب اقول لك اللي هقوله لك دلوقتي، بس بما انك انت اللي فتحت الموضوع بتسال ليه، انا هقول لك ليه. من اخر زياره ليك واخوك حالته النفسيه تدهورت جدا، ومهما حاولنا نعرف اللي حصل الا اننا فشلنا لانه رافض الاتصال معانا نهائيا. النهارده الصبح لما الممرض اكتشف ان اخوك قطع شرايينه جرينا كلنا عشان نلحقه، لقيناه بيصرخ باعلى صوته انه عايز يموت، ما كانش عايز يعيش في دنيا انت فيها. طبعا هو قال كلام كتير عنك ما اقدرش اقوله لك يعني، بس المهم انه كان دايما بيقول ان انت سبب. بتهيألي كده انت بتتفق معايا انه زيارتك ليه في وقت زي ده ممكن تسبب انتكاسه جديده لحالته، والافضل انت لا تتصل بيه ولا تشوفه لغايه لما احنا نكلمك. عارفه يا شذا، الدنيا غريبه فعلا. ليه؟ يعني لما بتاخد مني كل حاجه تحسي ان ملكيش فيها اي حاجه عشان تعيشي ليها، فجاه بتديكي كل اللي انت عايزاه. حاجة غريبة. ليه؟ هي الدنيا ادتك ايه؟ الحب. بس ما كانت ست كويسة جدا وانا كنت بحبها فعلا، معاها كنت بحس ان حياتي ليها معنى وانها بتكلمني. انا عايز اقول لك اني حرقت نفسي كتير عشان ابعد عنها، بس ما قدرتش. ابراهيم، ممكن بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي؟ لا لا، بالعكس يا شيخ، بالعكس. انا لازم اقول لك الكلام ده دلوقتي عشان تعرفي انت عملتي ايه في حياتي. انا الوقت اللي كنت عايش فيه مع بسمه ما شفتش منها غير احسن معامله. كانت دايما عايزه تريحني وما تحسسنيش باي مشاكل، بس انا كنت دايما بحس شعور غريب، شعور ما كنتش قادر افسره. لما ماتت زعلت، حسيت كان في حاجه جوايا انا هي اللي ماتت. فضلت فترة طويلة ألوم نفسي على موتها، كنت دايما بقنع نفسي إني كان لازم أكون جنبها. لحد ما حبيتك يا شذا.
عارفة يا شازا، أنا حاولت أقارن ما بين إحساسي بيكي وإحساسي ببسمة. اكتشفت إن إحساسي بيكي مختلف، أقوى بكتير. إحساس لو هوصفه أو أعبر عنه بالكلام مش هقدر. يعني لو بسمة سمعتني بقول الكلام ده كانت هي اللي هتقولي أكون معاكي. إبراهيم معلش، ممكن نغير موضوع تقولي عملت إيه مثلا في المستشفى؟ أنا عارف إن الكلام عن بسمة هيسبب لك إحراج أو ضيق، بس أنا بتكلم كده عشان أقول لك إن بسمة هي جزء في حياتي وانتهى. يعني أنت خلاص نسيت بسمة؟ وأنا عارف برضو إنك عايزة تسمعي إني نسيتها، بس مش هينفع إني أكذب عليكي، لأن بسمة هي جزء من ذكرياتي. بس الحياة علمتني إني ما استناش حد، وإني لو فضلتي أفكر في الماضي عمر المستقبل مش هيجي. ايه مالك؟ ايه اللي حصل؟ لا مفيش. واضح اني ضايقتك. طب يا ستي خلاص، انا مش هتكلم تاني، انا هسمعك بس. عارفه انا خدت بالي من حاجه غريبه، انت تقريبا تعرفي عني كل حاجه في حياتي، بس انا ما اعرفش عنك حاجه الا من يوم ما اتقابلنا. مش فاهمه يعني عايز تعرف ايه. عندنا مثل في لبنان يعني ما معناه ان لو عايز تعرف حد فعلا لازم تعرف اسراره، وانا عايز اعرفك فعلا. يعني ايه؟ يعني على الاقل لازم اعرف سر واحد من اسرارك، حاجه ما حدش يعرفها، كده احس فعلا اني عرفتك. ابراهيم انا لازم امشي. ليه يا شازا؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ معلش انا لازم امشي. تصبح على خير يا تامر. انت من اهله. ايه ده انت مستني حد؟ مستنيكي. ليه في حاجه؟ ابدا، انا قلت لو ما لقيتيش حد يوصلك اوصلك انا. يا ابني مش انت عندك نبطشيه النهارده؟ ليه يا ستي مش مهم، انا هخلع. تخلع؟ قصدي يعني هخلع اوصلك واطمن عليك وبعدين ابقى ارجع لهم هنا تاني. لا وعلى ايه يعني اصلا؟ ايه بقى؟ ان شاء الله بينا ولا ايه؟ انت هو انت اللي هتوصلها ها؟ انا اللي هوصلها، عندك مانع؟ لا مانع ايه، بالعكس انا كنت مستنيكوا عشان خاطر اطمن عليكم. انتوا كويسين؟ كويسين اهم حاجه يعني. كويسين. طيب ما عطلكوش بقى. هو تامر ماله؟